السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتوا طيبين. خلاص العيد على الأبواب، يا رب يجعله عيد خير وبركة وفتح لكل المسلمين يا رب، والحبايبنا في فلسطين يا رب، وكلنا نبقى بخير وسعادة. آمين يا رب. النهاردة حبيت الفيديو كده يبقى ممتع وكله عيد وخير ان شاء الله. حبيت اجيب لكم كده افكار انا بعملها كده سنويا لحبايبنا الكتاكيت الصغيرين والكبار بقى. يعني ولادي لسه بعمل لهم لغاية دلوقتي، هم واصحابهم بنخرج في العيد، بحب اعمل لهم كده زي ما بيقولوا جودي باج، ولا بيعملوا العيديه، بعمل لهم عيديه بالحاجات المتوفره عندنا. فحبيبي دولاراما بجيب منه حبه حاجات كده واحطهم في كيس. انا هوريكم الافكار اللي موجوده والحاجات اللي بعملها لهم، ممكن حاجات متوفره اللي انتوا تجيبوها من دولاراما وتعملوا فكره كده وتحطوها في ايه، في كيس، وتديها للاولاد كهديه للعيد او كعيديه. ممكن تحطوا برضك معاها فلوس لو انتوا عاوزين، او تكتفوا باللي انا هقول لكم عليه وخلاص كده. يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ الفيديو. بصوا انا هنا في الركن بتاع حاجات اعياد الميلاد، وهنروح عند الركن بتاع الاكتيفيتي وهنروح كذا ركن. فهو في اكياس هنا، هو بيختلفوا في كل حته. في هنا اكياس حاطينها شفافه، بس كان في قبل كده اكياس على شكل بلالين وحاجات كان بيبقى شكلها احلى. هنا كيس شفاف وفيهم البتاعات دي اللي بتقفلي بيها من فوق. دب بدلو وربع، في 3 اكياس بس لا، في حاجات بتبقى اكتر من كده. في مثلا بيبقى فيها 12 كيس، يعني بيبقى فيه اكتر من كده حسب المتوفر في الدولارات. كل ما بتروح فرع دولاراما مختلف بيبقى فيه حاجات اكتر او حاجات مختلفه. فالمهم يعني هتروح عند الحاجه اللي فيها الاكياس، هتجيبوا حبه اكياس حسب عدد الاولاد اللي انتوا عاوزين تعملوهم، وهتجيبوا حبه بالونات. ده بص فيه هنا النوع ده، هوت فيه بالونات اكتر، في واحد لك ده فيه عدد بالونات اكتر، 100 وحاجة باين. وهو كان بكام؟ بدلو ونص. فيه بالونات صغيرة وفيه بالونات كبيرة، دي كانت اكتر حاجة فيها بالونات، دي فيها بالونات كتيرة وبوزع منها. قبل كده عملت مش عارفه موجود على القناه، عملت بوكس، يعني عملت انا بايديا، كان عندي بوكس كده وعملت بقى، عملته كرافت كده وعملت بوكس كبير وحطيت فيه حبه بقى حلويات، وكنت بوزع بقى في المكان اللي كان فيه الفاستيفال بتاع العيد، وكنت بخلي العيال يمسكوه ويمشوا ويوزعوا بيه حلويات للاولاد اللي موجودين في العيد. دي فكره تانية يعني، هحاول احط لكم الرابط لو موجود على القناه. لكن الاكياس اللي انا بقول لكم عليها دي ممكن على الايه، الناس اللي تعرفوهم او اللي بتحبوا توزعوا عليهم يعني. اهو بعد كده تجيبوا حاجات بقى من دي، مثلا الاستامب دولت، ماشي، حاجات اللي بتاعت الاعياد الميلاد دي، يعني دول بيجيبوهم عشان عيد الميلاد وبتوزعوهم على العيال بعد ما بيخلصوا عيد الميلاد. يعني صاحب عيد الميلاد، يعني دلوقتي ابني عيد ميلاده، بعد ما قبل ما الناس يمشوا بيروحوا عاملين كيس بيسموه جودي باج ويدوا للعيال وهم ماشيين كده. فانتوا هتعملوا كيس قريب من كده، اهو بيبقى فيه بالونات زمرات زي دهيت، بتاعات اللي بيقعدوا يسكوش دهيت دي عامله زي النحله. هتجيب حبه حاجات من دي، حبه حاجات من دي، الكره اللي بتتنطط دي، اي حاجات من دوت اللي بيبقى فيها كذا واحده، وتوزع بقى في الاكياس. هوريكم حبة حاجات تانية برضو. قبل كده لقيت حاجة زي كده كانت على امازون، حاجة زي دي كده بس بتتقفل، بتتفتح كبوكس، بس ما كانش مكتوب عليها حاجة، يعني انت بتفتحها وتفردها كبوكس، وحطيت فيها زي شوكولاتة ولبانة ومش عارفة ايه، ودي برضو وزعتها وكتبت زي نوت جوه كده مكتوب عيد مبارك ويتحط جواها. دي برضو كانت حاجة حلوة برضو تتوزع برضو في العيد دي، يعني كل مرة يبقى فكرة مختلفة. يعني ممكن برضو حاجة زي عربيات زي دي،
انا بحب اعمل ايه كمان، حاجه هتبقى اكتيفيتي هوريكم عند الاكتيفيتي، يعني مع الحلويات واللعبه حاجه كده كده تبقى اكتيفيتي كمان. يعني ممكن برضو تبقى عربيات زي دي، فيها دي 5 عربيات ب$5، يبقى كل واحد عربيه مثلا. مره جبت لهم واحده من دولت، يعني كل سنه او كل عيد بيبقى حاجه مختلفه. يعني تعالوا نشوف الحاجات التانية، ممكن علب بليدو من زي دولت كده، يبقى دي فيها 4 وحدات ب$3.50. في حاجات زي الصغيرة زي دهيت برضو، في لعب صغيرة اللي هي الفيجر دهيت الصغنطتين دولت، الواحدة ب$3. يعني هو الأحسن تجيبوا الحاجة اللي بيبقى فيها كذا كذا لعبة أو كذا بتاع. ممكن برضو الإقلام دهيت قلم بأستيكة برضك تحطهم في الكيس، دلت فيها 6 بدلو 75. لو عيال صغيرين شوية وبيحبوا الباباترول ده هوت، بتحط لهم حاجات من دهيت. في الحاجات اللي هي النيون دهيت بيحبوها برضك، اللي هما دولت زي دول كده بيبقى فيها 6 وحدات ولا حاجة، بيبقى فيها عدد كبير. بس أنا ما بحبهمش دولت عشان بيطلعوا ريح، بيطلعوا ريحة لما بيتكسروا وكده، ما بحبهمش صراحة، ما بحبزهمش قوي دول. جبت لهم مرة البتاع ده هوت عامل زي البليدو بس فيه كور كده صغيرة، فيه ده بيبقى حلو برضك بيلعبوا بيه، يعني فيها 12 واحدة ب$2.50. بيحبوا كل واحد كان حاطط له كيس في البتاع بتاعته دي، حلوة قوي جدا دي اهو. بص بقى ده ركن الاكتيفيتي، هوريكم فين الحاجات. مثلا اهو يعني دي بتاع كده كلها دي ب$2.50، لما كل واحد يتحط له واحده من دي تبقى جميله جدا. دي ب$2.75، فيها الالوان فيها البتاع بتاعتها. ده كيس، ممكن ده الكيس نفسه، دي كان في واحده منها عليها خروف، جبت لهم مره في عيد الكبير كان واحده عليها الخروف، مش عارفه مش موجوده هنا بس كان عليها خروف. جبت لهم كل واحد كيس ومعاه الالوان بتاعته، وحطيت لهم الحاجات بتاعتهم جوه، الالعاب والحلويات حطيتها لهم جوه، فدي كانت جميله جدا. بص دي برضك حاجه زي البلاستيك كده ومعاها الالوان بتاعتها، دي لوحه معاها الالوان بتاعتها، دي زي حاجه بتتنفخ ديناصور كده وبيتنفخ بلاستيك ومعاها الالوان بتاعته، دي اكنها قصريه زرع وفيها الالوان بتاعتها برضك والشكل اللي بيتعمل عليه. ففي حاجات اكتيفيتي، بص الاشكال دي كلها، كل واحده بدلو نص بدلو ربع، دي اللي بيقعدوا يكحتوها عليها كده وتعمل اشكال من تحتيها، بصوا زي دهيت كده اهو، دي برضك بدلو ربع فيها 10 صفحات. دي يعملوا شكل، بص دي يعملوا شكل خروف. ففي اكتيفيتي كتيره حاجات زي كده، دي يعمل شكل ميدالية بالفصوص دهيت. بصوا دي شكل شايفين دي ب$2. فهنا اللوكن بتاع الاكتيفيتي ده جميل جدا، ده برضو جبتها لهم قبل كده، دي يعملوا ميداليه برضو بالبتاع دهيت. اشكال حاجات جميله جدا، كل ده ممكن الحاجات بالذات الصغيره دي على قد الكيس اللي انت تجيبه وتحطه لهم فيه اهو. شايفين الركن ده كله انا بحب اقعد اتفرج فيه واشوف ايه الجديد واجيبه لهم. كل الحاجات دي هي شايفينها، كل دي اكتيفيتي ممكن تجيبوها للعيال وتحطوا لهم فيها. كان بيبقى فيه هنا اكياس برضو، ممكن تجيبوا ورد من دهوت للبنات، حاجات زي دي هي يعني كاستيكرات وحاجات يتحط فيها. هنا برضو في اكياس برضو، ده كام كيس؟ لا ده مش دول، بيبقى فيه في افكار الاكياس كتيره، بس شكل هنا الفرع ده ما فيهوش اكياس هدايا كتير. ده هوت اهو، ده فيه 12 كيس بس دول صغنطتين شويه، ده 12 كيس ب$2.50، وده 6 اكياس ب$2. بس الحجم ده بقى شوفوا انت بقى الهدايا اللي هتجيبوها انه حجم، يعني عايزين تشوفوا فرع تاني. ده برضك استنبات، بس بص دول اكتر بكتير من اللي كان عند الحته بتاعت الهدايا، دول 4 ب$4.25 بس بص فيها كام واحده، 26 واحده، دول احسن بكتير. هنا الركن بتاع الالوان، لا مش عاوزين. كده احنا لمينا كل الاكتيفيتي والالعاب والحاجات دي، فاضل بقى الحلويات. يعني كده
الحاجات بتاعة الاكتيفيتي واللعب، بحط كمان معاها حلويات، ممكن استنبات زي ده، هي قصدي استيكرات، حاجات زي دي كده. بس انا بالاحوى الاحسن بروح جايبه من طبعا من على النت استيكرات مكتوب عليها عيد سعيد او هابي ايد او الكلام ده كله، وبحطها لهم برضو، بقطعها لهم كده واحطها لهم. هنروح بس عند ركن الحلويات واوريكم ايه الحلويات اللي ممكن نجيبها دلوقتي، عشان في اللي هو الايستر ده هو او عيد الربيع، وهتلاقوا الحاجات بتاعت الربيع دي كتير. بس طبعا مش هنجيب حاجة مفتوحة زي دي كده، عاوزين حاجة تبقى ايه مقفلة فيها كتير ومقفولين. يعني مثلا حاجة زي دي ب3.5، فيهم اللي جوه دولت مقفلين كل واحدة في كيس، بس بص دي فيها كتير، هي 300 جرام فيها كذا واحدة، فممكن تحط في كل كيس واحدة. برضك دي جبتها لهم قبل كده، دي زي بودرة كده بطعم الحلويات اللي جوه، دي زيها برضك، بيحبوا العيال الحاجات دي. دي برضك فيها جواها حاجات تبع بابايز دي. هنشوف ايه تاني، يعني ما ينفعش طبعا تجيب لهم مارشميلو والكلام ده، هوت هات حاجة مقفولة. ممكن الشوكولاتات الصغيرة دي برضو لو عرفت تجيب لهم شوكولاتة، العيال بيحبوا دي برضو، بيتحط في الايد كده زي البريسلت كده ويقعدوا ياكلوا فيها كده، يعني حاجات بتتمص كده. ده البان برضو ده حلو بيحبوها، يعني بص دي كلها بدلو وربع. ايه تاني، دي كلها اكياس على بعض، لا ما تنفعش. برضو المصاصات اللي على هيئة المصاصة دي بيحبوها. حاجة زي دي برضك ممكن، هي كل واحدة ملفوفة بتاعتها، يعني أي حاجة بقى من الحلويات دي، هي أي حاجة من الحلويات دي ممكن تاخدها، يعني اللي هي كل واحدة ملفوفة بتاعتها. لا دي شوكولاتات ممكن. طبعا المصاصات دي هي كل واحدة تحطها في كيس. بس كده اظن كده انا، دي برضك زي النعناع كده بيتمص. اظن كده انا يعني لميت كل حاجة ممكن تتحط في الكيس، وقلت لكم الافكار اللي انا عملتها قبل كده. برضك دي شوكولاتات بيبقى فيها 10 وحدات او حاجة ب2.25. فقلت لكم الافكار اللي انا عملتها قبل كده، او الافكار اللي انتم ممكن تعملوها، يا رب تعجبكم وتعملوها تفرحوا الأولاد في العيد. وإن شاء الله عيد سعيد علينا جميعا، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب الفيديو يعجبكم ونشوفكم في فيديو جديد. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة.